سنين واربع سنين ومئة سنه والف سنه، محمد بروحش من بالنا ولا دقيقة. محمد يعني عن جد روحنا، بالعكس كل ما الاشي يطول بيزيد الوجع بيزيد يعني. للاسف يعني هاي اليوم ماساتنا كلنا، يعني ماسات يعني الشعب الفلسطيني كله. يعني هي يعني محمد هو بيمثل كل الشهداء والشهداء بيمثلوا محمد، فاحنا عن جد عايشين كلياتنا يعني بهاي الدول عايشين بمأساة. يعني انا موجوعه والاف الامهات عن جد موجوعات، وانا يعني انا كل يوم لما بشوف بالاخبار يعني كل شيء بيرجعني لليوم اللي استشهد فيه محمد، لانه الاشي مستمر للاسف، يعني الاشي مستمر وما وقفش وما خفش بالمره. بقول حسبنا الله عليهم، يعني هم مجرمين وطغاه بس بعمر الطغيان ما بيدوم، يعني لانه الاشي يعني خلص وصل عن جد، يعني لا دين لا ضمير لا انسانيه، يعني اباده جماعيه، واكيد ربنا مش رايح يسمح بهذا الاشي. رسالتنا اليوم هي انه اللي بيقتل شعبنا في غزه كل يوم هو نفسه اللي بيقتل محمد هون ومحمد في القدس ومحمد في الضفه. احنا هون عشان نتذكر انه هاي المؤسسه كل يوم بتقمعنا بشكل مباشر وغير مباشر، انه احنا رح نعمل كل شيء عشان ما ننساش المسبب الحقيقي لألمنا بغزه وبام الفحم وبالقدس كل محل في فلسطين. قاتل محمد كمان هو المؤسسه اللي بتقتلنا بكل محل وبكل لحظه، وبصراحه المحاسبه هي بزوال هاي المؤسسه. فحتى لو تحاسب فرد من الشرطه فمشكلتنا هي مش مع الفرد اللي يدعوا انه قتل محمد بالغلط، هاي سياسه ممنهجه بتشوف الفلسطيني على انه عدو وانسان لا يستحق الحياه، لازم نحاربها بكليتها، لانه المخطئ هو مش شخص من الشرطه انما هي كل المؤسسه. رسالتنا انه احنا ولا ممكن ننسى شهدائنا، والشهيد محمد كيوان قضيته حتى اليوم بالنسبة لنا مش منتهية، حتى لو كانت متحاول المؤسسة الصهيونية انها تسكر على هاي القضية وتعتبرها قضية بدون فاعل. احنا منأكد كمان مرة كأبناء ام الفحم وبنات ام الفحم انه ولا بعمرنا بننسى شهدائنا، ورح نضلنا كل سنة وكل يوم نتذكر محمد كيوان، نتذكر انه في عنا شاب راح غدر في ظل حبة كان شرارتها الداخل الفلسطيني لحماية الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك. وفي هذه الذكرى نؤكد ونقول المجد والخلود للشهيد محمد كيوان، المجد والخلود لكل الآباء والأجداد الذين صمدوا على أرضنا، عاشوا عليها، ماتوا عليها، دفنوا فيها، وحفظوا لنا وجودنا حاضرا ومستقبلا. ولذلك في هذه المناسبة أيضا نؤكد أننا مع أرضنا، مع بيوتنا، مع مقدساتنا، مع مستقبل أولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا إلى يوم الدين. ولا شك لا يمكن أن نغفل لنؤكد صرختنا على صعيد محلي وعلى صعيد عالمي، مرددين مع كل صاحب ضمير حي، مع كل صاحب الضمير حي، نقول جميعا أوقفوا الكارثة الإنسانية في غزة، ارفعوا عنها سياسة التجويع حتى الموت، ارفعوا عنها خطر الإبادة الجماعية. آن لغزة أن تعود إلى سكينتها وطمأنينتها في كل ما تعيش فيه من آلام، آن الأوان أن تخرج منها نحو الحياة الآمنة لأطفالها، لرضعها، لنسائها، لرجالها، لمساجدها، لكنائسها، لكل مؤسساتها.